السلام عليكم، معكم محمد امين عبو، استفتي اجون ايموبيليا غابا. العلاقه ديالي بهذه الشركه هذه كانت بدات ملي كانت معاهم الفنانه سانديه ابو تاج الدين. كانوا محتاجين ليبرجمون، تواصلوا معايا الفريق ديال العمل ديال الفيلم، و اكزاكتومون كنا لقينا لهم ليبرجمون اي تو، شافوه يعني عجبهم، تانستالات السيدة. كانت في المدة الأولى يعني الشهر الأول كانت الأمور عادية كما يرام، يعني بالخصوص الشقة ما كان فيها لا ديرونجمون، يعني السيدة كانت ترونكيل، كان كل شيء مزيان. الحاجة الوحيدة اللي كانت هي يعني تأخر في أداء الواجبات، واحد شوية اللي يعني امتنعوا على أداء الواجبات. كنت كنتواصل ديما مع الفنانة، هي الوحيدة اللي كنت كنتواصل معها، لأن هنايا فيما كنا تنجيو ولا تنتصل تواصلوا بهم، كنا كنخرجوا بيدينا خاويين، يعني ما كاين لا اللي تيجاوبنا من غير الناس ديال الطاقم العمل اللي مع الشركه اللي تواصلوا معي النهار الاول. من بعد صافي مني سالت المده ديال السيده اللي تنشكرها من هذا المنبر، جيت لهنايا باش ناخذ المستحقات ديالي ونعطيهم لي شيك ديالهم وداك الشيء. السيده هنايا تعرضت للعنف، يعني تحيدوا لي لي شيك. كان واحد الزوير ديال لو كونطرا لانهم طالبوني نسينيها، واخا ما كانش على واحد الاتفاق، كان خصني نسيني واحد الكونطرا انني اوطون كو اجون ايموبيلي خدمت مع هاد الشركه هادي، يعني واخا كانوا عندهم لي بابي ديال لابارتمون وكل شيء. يعني تحيدوا لي لي شيك، تم تزوير الكونطرا، يعني كان فيها تضارب مع المعطيات اللي كانوا في لي شيك، لا لي دات لا لي بري لا كل شيء. كانوا كيعطيونا لي زيفي يعني، ومني شي مني جينا لهنايا في الاخر كنت تعرضت للعنف، تحيدت لي الكونطرا، تحيدوا لي لي شيك ام بي اي من الطرف ديال السيده شخصيا، يعني المنتجه هنايا شخصيا، وكانوا معاه واحد جوج ديال الحراس، حيدوا لي لي شيك. السلام عليكم، خديجة حماني شارجي دو برودكسيون، خدمت مع شركة بيرفكت برود ميد برود في مسلسل رحمة وفي مسلسل أحلام بنات. كيف ما كتشوفوا اليوم احنا درنا وقفة احتجاجية، تقنيين دي بريستاتير منهم كاتريك، منهم دي لوور دو ماتيريال، منهم دي زوتيل، منهم ناس ديال ديكور، منهم جمعيات ديجا صورتوا معاهم. دونك وقفنا اليوم اولا للمطالبه بمستحقاتنا الماديه، لاننا خدمنا وما تخلصناش، وكنتفاجئوا فاش كنطالبوا بمستحقاتنا الماديه باننا سميتنا ما كيطلعوش في الجينيريك في مسلسل احلام بنات، فقط حيت قلنا بغينا نتخلصوا، بغينا لا كونتر بارتي ديال خدمتنا. فاش كنحاولوا نتواصلوا مع الشركه المنتجه او مع المنتجه حتى هي، ما كاينش جواب، كنجيو كندقوا هنا في باب الشركه ما كيحلوش علينا، وفاش كيحلوا علينا المعامله كتكون بصح خيبه ما زويناش، لدرجه انه تم الاستقبال ديالي انا شخصيا تحت الدروج، كانه نهار الاول نيغوسينا تحت الدروج، لان البيرو كان عنده عامر، كانوا عندنا ناس، كان اجتماع، وخوفا من الشوهه ومن ان دوك الناس يسمعوا الموضوع اللي غادي ندوي عليه، استقبلتني تحت الدروج. ف توجهت للمحامي انا وباقي التقنيين، المسطره القانونيه راه هي واخده المجرى ديالها، لان هاد السيده ما خلاتش لينا حل. حاولنا نتواصلوا معها بجميع الطرق، بلي زابيل، بلي ميساج واتساب، بلي زيميل، باننا نعيطوا للناس في المحاسبه، نعيطوا للناس اللي خدامين معاهم مكلفين بالانتاج، ولكن دون جواب. ما تم التطبيق ديال حتى شي حاجه كاينه في العقد، نورمالمون حنا كنتخلصوا باغ سيمين، ما كايناش. شناهي باغ سيمين؟ انا اليوم كنقولها وعندي لي جوستيف ديالي، كنتسال هاد الشركه المنتجه 30000 درهم، 30 كون كنت كنتخلص باغ سيمين ما كنتش غنتسال هاد الشركه 30000 درهم. توصلت بواحد لابارتي، ولكن لابارتي ديال 30000 درهم ما توصلتش بها. دونك هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى بغيت ندوي على ظروف التصوير كيفاش كانت. ظروف التصوير ديال مسلسل رحمه او مسلسل احلام بنات كانت مزريه وتفتقر الى المهنيه، ما كانوش فيها ابسط شروط مهنيه ما كانتش كتوفر، كانوا عندنا مشاكل في السكن ديال التقنيين والفنانين، كانوا مشاكل في الترونسبور ديال التقنيين والفنانين. الريجيسور جينيرال كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي في هذه القضيه، خلص بامال دو فوا لي زارتيست معروفين سميتهم كبار بلا ما نقول الاسماء، ولكن اذا اضطرات الضروره باش نقول الاسماء غادي نقولها. انا مع هذه الشركه المنتجه جي ديبونسي دو ما بروبر بوش 5300 درهم،
لانني تحطيت في مواقف اللي ما عنديش لاكيس اوطون كو شارجي دو برود، ولكن حشومه ساليت من ديكور ونقول السيد ما غاديش نخلصك، دونك اضطريت انني نخلص من جيبي انا والمحافظ العام اللي هو مهدي كريد. حطينا الفلوس من جيبنا با مال دو فوا، ما هي مره ما هي جوج. غادي نقول هاد التفصيل زعما ماشي غير من باش نعرفوا اكيل بوين الظروف كانت ما زويناش. تقنيين اضطروا يباتوا عندي في الدار با مال دو فوا، لانه سالات لا جورنين ديال التصوير وما لقاوش فين يباتوا، بحكم انني كنبات كنسكن باردون في مدينه الرباط، اضطريت انني ندي الزملاء ديالي يباتوا معايا. حاجه اللي انا ماشي مجبره بها، ولكن الانسانيه ديالي غلباتني، ولكن المهنيه ديالها هي ما كايناش وما عندهاش الانسانيه، دونك ما غلباتهاش، وكنقول هادشي وكنتحمل مسؤوليتي فيه. دونك كانت معامله خيبه، سواء التقنيين اللي كيطالبوا بحقوقهم، سواء الممثلين اللي كيطالبوا بحقوقهم. اي دايوغ راه خرجوا ممثلين في دي ستوري ديالهم وهضروا على هادشي. حنا اليوم بغينا حاجه وحده اخرى كنطالبوا بها من غير المستحقات الماديه، حشومه يبقاو خدامين معنا ناس بحال هادو ويتعطاو لي زوتوريزاسيون للشركات بحال هادو اللي كينصبوا كيحتلوا كيسرقوا باسم الفن. لانه الدليل هاد الشركه المنتجه ماشي اول مره كدير هاد القضيه، كون في اول مره توقع عليها وتكون ضائقه ماديه ولا ازمه ماديه وتواصل معنا ودوي معنا، راه حنا ولاد الناس راه غنفهموا نتفهموا. ساغيف بور با مال دو بوا دو برودكسيون كنفهموهم كنتفهموهم، ولكن كيتواصلوا معنا كيطلبوا منا السماحه كيطلبوا معنا بطريقه مزيانه. هاد السيده لا، الدليل انه كاينين الناس هنا من ماستر شيف، من صنعت بلادي، من شنو البروجي اللي خدمتوا معايا فيه؟ قلبي نساك، كازا ستريت، رحمه. دونك هاد الشركه متعوده. دونك انا اليوم كنطالب الجهات المعنيه وكنطالب المركز السينمائي باش يحبس هاد الناس اللي كيحتالوا كينصبوا كيسرقوا باسم الفن، لانه عيب وعار يبقاو معنا ناس في الميدان الفني بهاد الاخلاق هادي وبهاد اللامهنيه هادي. لاننا حنا الهدف تاعنا اننا نزيدوا بالفيلم المغربي القدام، ماشي نرجعوا اللور بهاد التصرفات هادي. معايا اليوم السيد ديال كاترين اللي كيتسال 75 مليون، مبلغ هائل. بصح ما كيتطيقش، ولكن ها هما كاينين لي جوستيف كاملين. فوالا ها لي زافونس اللي عطاتو، ها شحال باقي كيتسال. دونك حنا كندويو بالدلائل. اي دايوغ زعما اي حاجه قلتها انا كنتحمل مسؤوليتي عليها، وكاع لي جوستيف راه عند المحامي. دونك نقدروا نصيفطوا لكم فوالا داكور. دونك كاع لي جوستيف عندنا، كاع لي جوستيف ديال لي شيك ام بي وديال لي زيفي ام بي راه كاينين عند المحامي. دونك اي حاجه احتاجيتوها كدليل على هذه الهضره اللي قلت مرحبا. السلام عليكم، معكم سعيدة دريس، نائبة مال جمعية نصيبة للعناية بمرضى السرطان، اللي كنمثل هاد الجمعية هاد النهار هذا. لأن تعرضنا للنصب من خلال هاد الشركة اللي هي ماد برودكسيون، واللي كانت مثلتنا فيها، ماشي كنهضر انا على الممثلة القديرة نور الصقل اللي كانت مثلتنا في برنامج ماستر شيف سيليبريتي، كانت تصلت بينا على اساس ان الجمعيه هي اللي غادي الى ربحات هي اللي غتحظى بواحد القيمه ماليه مهمه. مثلت الجمعيه لانها بغات تعاون ديك الجمعيه، لانها كتخدم في اطار المساعده ديال مرضى السرطان. فعلا ان الفنانه توفقات وربحات الجائزه الاولى اللي كانت هي 100000 درهم زائد 10000 درهم كتعطى عباره عن هديه وسط البرنامج الا دارت شي. المهم كانت القيمه 100000 درهم وواحد الشيك اخر ثاني ب 10000 درهم. مني جات الفنانه الجمعيه فعلا جابت الشيك ديال 100000 درهم زائد الشيك الاخر ديال 10000 درهم، وكانت فرحانه لان قالت لك فوالا انا المهمه ديالي سالات هنايا، انا جبت لكم الشيك ديالكم، وراه كانت فازت بالرتبة الأولى. إذا به من بعد مدة جات وصلت السيدة الرئيسة بالسيدة ديال ماد برودكسيون، قالت لها داكوغ أنا غادي نعطيكم بعد أخذ ورد، يعني ماشي غير المرة الأولى باش خدات الشيك، راه مشات وجات ومشات وجات. عمني عطاتنا كيمبيالة، أنا بالصفة ديالي كأمينة المال دفعت الكيمبيالة للابونك، لابونك كترد عليا كتقول لي راه الشيك هاد الكيمبيالة سون بروفيزيون. رجعنا عندها جبنا لابروف في يدينا، جات عند السيده الرئيسه قالت لها ودي هادشي اللي درتي معايا راه ماشي معقول، راه عطيتيني كيمبياله سون بروفيزيون. قالت لها دونك صبري عليا واحد المده بيد ما يدخلوا عاوتاني الفلوس. صبرنا واحد المده دفعنا الكيمبياله ثاني زيرو ديغام. قالت لها هادشي راه زعما راه ماشي ديالنا حنا، راه ديال المرضى، يعني حنا محتاجين لهاد
لهذا المبلغ راه كنساعدوا به مرضى في المبيت في الادويه في الترونسبور بزاف د الامور. قالت لي راه الا ما درتيش معايا حل راه غنلتجئ للقضاء. فعلا قالت لي ديري اللي عجبك، مشات فعلا دفعنا القضيه للقضاء وفعلا تربحات في جوج جلسات، تربحات لصالحنا لصالح الجمعيه نسيبه. اذا به ما تيتنفذش الحكم. حنا ما كناش هضرنا على الديميل، كنهضروا على ديك 100 ميل على يعني الحصه اللي الكبيره. السلام عليكم، معكم نعيم اليونسي مساعد مخرج. بغض النظر على ظروف العمل اللي كانت فعلا كارثيه، جينا اليوم نهضروا على الحقوق ديالنا الماديه اللي حنا عرقنا عليهم وخدمنا وسمعنا الهضره بزاف ديال الحوايج عشناهم، وكنا كنهضروا مع بنادم باش على اساس يقدر يخدم معنا ويكمل معنا، ولكن في الاخر تلقاو حنايا اللي تقاتلنا ما كناخذوش المستحقات ديالنا. ما بغيتش نهضر على راسي، ولكن نقدر نقول لك انا مثلا كنت مساعد مخرج، شحال من مره كنت نعاون في لاغيجي، شحال من مره كنت كندير شي حوايج اللي هما ديال لابرود باش نقدر نكالمي شي فنان باش يقدر يجي يخدم معنا. وهذا الشيء كامل كنت تنديرو على وجه واحد المخرج اللي كان تيعطي واحد النتيجه خرافيه، واي عمل كان تيديرو شي واحد اللي كان تيديرو على ود داك المخرج. وكنا فعلا كنعيشوا واحد الظروف اللي هي كارثيه. السلام عليكم، معكم ياسير بن نومه. كنخدم لاطاش ديال الديكور اكسسوار ارتيست بانتر. خدمت مع هاد الناس هادو مسلسل احلام بنات، خدمنا السيمانه الاولى ديال لابريباراسيون والسيمانه ديال التورناج، اول سيمانه ديال التورناج خدمتها معاهم. ما خديناش حتى شي درهم، ما خدينا لا مستحقات ديالنا لا والو. الظروف ديال التصوير كما سبق ليا قلت للزملاء كانت ظروف كارثيه، لا تمت السينما بصله، لا من بالنسبه للاكل، لا بالنسبه لظروف التصوير، لا بالنسبه للطريقه باش كيتعاملوا معاك الناس ديال شركات الانتاج. صراحه كان داك الشيء مزري. خدمنا عطينا وقتنا وعطينا الجهد ديالنا وعطينا حتى المال ديالنا في سبيل هذا العمل هذا. انا فاش قريت اول خطره السيناريو عجبني، انه سيناريو ديال عدنان محيجه وحيا فاندي كما كنعرفوا هاد الناس هادو، يعني كتاب تبارك الله عليهم. فعجبني هذا العمل هذا، داكشي علاش اكسبتيت نخدم معاهم. ولكن هاد الشركه الانتاج اول خطره كنخدم معاهم، ما كنتش عارف السيستيم ديالهم كيفاش تيخدموا، حتى دازت عليا دابا معاهم. دابا حنا تجمعنا هنا كتقنيين، جيت انا كنوب على الاصدقاء ديالي في الديكور، كنوب على خمسه ديال الاصدقاء وحدين اخرين في الديكور، ولا هما سته حيت انا السيمانه الاولى اللي ضربت وقالوا لي من موراها راه بدلوا، جابوا دي تكنيسيان اخرين وكذا، وحتى شي واحد ما خداش رزقه. اذا جينا هنا كنطالبوا بالحقوق والمستحقات ديالنا، وكنطالبوا من الوزارات الوصيه على هذا القطاع هذا ديروا شي تدخل، عطيو وديروا واحد القوانين اللي يحميوا التقني، لان التقني هو واحد الحلقه قويه وميم طون حلقه ضعيفه، فحيتاش ما كيبانش ما معروفش التقني، تقدر تعرف هاد السميه ديالو الا قريتيها في الجينيريك. صافي هذا ما كان كنطالبوا المستحقات ديالنا يرجعوا لينا، ما كنطالبش انا بالايام اللي زدت ولا باللي جوغ ديال الاوف اللي خدمت، كنطالبها بالسيمانه ديال بريباراسيون، السيمانه ديال التورناج اللي خدمت. وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.